أنا نقطة في بحر ولا هفرق مع حد في حاجة. كل الناس بتحب رمضان عشان اللمة، وأنا بستناه يعدي بسرعة عشان بحسش إني لوحدي. مفيش أصعب من إن الواحد يمشي مشوار ما بدأهوش ولا حتى عارف آخرته إيه. أنا جاي لك أهو، جاي لك. يا ريت تاخدني في حضنك بقى، يا ريت تخليني أشوفك، بقالي سنين طويلة أوي بدور عليك. قالوا لي إنك هنا، وأنا هو قدامك أهو، أنا أهو. خليني أخلص بقى، خليني أخلص، خلصني بقى. مش قادر، مش قادر، مش قادر. بقيت تايه في النص، مخنوق، مش قادر اتنفس، بقيت مش عارف اموت ولا عارف اعيش. أيوة، إيه اللي فكرك بيا؟ سنين وأنا مرتاح منك بعد ما لهفت الفلوس. عايزة إيه؟ عايزة جزء من ورثي بتاع أبويا اللي لهفته أنت ومراتك. اتكلمي كويس، أنا ما لهفتش حاجة. بيت أبوك اتباع وخدت حقك، كله من تعبي وشقايا وسهر الليالي والسوق اللي ما بيرحمش. 30 سنة لما أدايا اتهرت، محرم على نفسي لقمة العيش عشان أكبر وأزيد. عايزة إيه من وكالتي؟ ليكي فيها إيه؟ ليا فيها كل قرش، المسمار اللي في الباب. أنت ناسي إن ده شغل أبويا؟ أنا غلطان، أنا غلطان إني سبتك في الشارع وما رميتكيش في الترعة ودفنتك فيها عشان طول لسانك ده وتحصلي ابوكي. عايزه فلوسك؟ روح لابوك الطرب، روح اتحاسبي معاه هناك، ولا روح لامك المجنونه. امي اتجننت لما شافت جوزها مات قدام عينيها، واولادها كانوا بيتاخدوا منها غصب عنها. امك اتجننت عشان رنت غلط، كانت فاكره نفسها بانتبار مديله. هي اللي خلت اخويا يسحب كل الفلوس ويشتغل لحسابه، هي اللي خلتني اكره اخويا، كانت على طول تودود له. هي بنت ناس واحنا ولاد جزمه تجار. جنان امك هو اللي رحمها مني. ياه، كل ده خل وكره جواك بعد كل السنين دي كلها. انا عايزه فلوس دلوقتي عشان امي. انا بقالي 30 سنه بدفع لامك في المستشفى، مالكيش عندي حاجه. انت بقالك 10 سنين بتتنططي لي وخدتي كل فلوسك، عايزه مني ايه تاني؟ انا ما عنديش مكنه هنا تطبع الفلوس. اعمل ايه؟ ما انا لازم انا لامي مستشفى تاني. وانا مالي ومال امك؟ اخويا مات خلاص. ده بدل ما تشيل معايا. اشيل؟ الناس جنان انا. طب تلاتة بالله العظيم، لو ما اديتني فلوس دلوقتي لا اصوت وازرخ والم عليك وامة لا اله الا الله. خلاص خلاص، حرق جاهز هنا اقف لحد ما اجيلك. انا ما قبلش قرش حرام، حد الله بيني وبين اي قرش حرام. ساتر.
10,000 جنيه شوفش وشك تاني. مسكي 10 بس. طب بسبسي. استني رايحة فين؟ ماشية. ماشية ليه؟ مش هتمضي على اللي خدتيه؟ امضي بعدين، أنا لسه ليا تاني. لا تاني ولا تالت، أنت قفشت لحد دلوقتي 140,000 وأنت نصيبك في الميراث ما يسواش يعني، امضي. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت عارف إن ورثي أكتر من كده بكتير. أنا لسه هنتناقش، خلص خلاص، امضي. أنت عم أنت. اتفضلي، ما تبقيش تمشي في جنازتي. الله غوري. أبويا فين؟ نايم. نايم؟ أم العوافي. أنت هتفضل مكشف كده على طول؟ ده أنا أمك. أمال لو كنت مرات أبوك كنت عملت فيا إيه؟ عادي، ما فرقتش كتير. أنا لو أعرف إن أنت اللي على الباب ما كنتش فتحت أصلاً. وأنا لو منك ما أفتحش أساساً. إيه؟ الدكان اتحرق ولا إيه؟ لا ما اتحرقش. بعت الحديد لأدهم ليه؟ كسبان فيه حمد ونعمة. وانت لو مكاني هتعمل كده؟ أنا لو مكانك ما حطش إيدي في بق جعان زي بق أدهم ده. أنا لو مكانك أمشي دلوقتي لأني مش طايقك. أمشي أروح فين؟ هو في حد برضه بيمشي من ملكه؟ لما أنت ناصح قوي كده، أمال عملت بلبع في الترامادول ليل ونهار ليه؟ مش يمكن عشان أقدر أتحمل العيشة معاكم؟ يا عيني، اللي اسمها كده يقول محروم وبيتعذب ومش عايش في النعمة اللي انت عايش فيها دي. ومين قالك؟ ما انا فعلا محروم. محروم من ايه ان شاء الله؟ من كل حاجة. ما تهدي اعصابك يا مجدي، في ايه؟ في الاخر مفيش حاجة هتتعمل غصب عنك. لو شافت حلمة ودنها مش هتاخد مني ولا مليم اكتر من اللي خدته. يا فكرات هي. طب قولي بس هتعمل ايه في اماني اللي تايهه دي؟ هعمل لها ايه يعني؟ تاهت. خليها تايهه ولما الاقيها ندخلها مصحه تاني. والله انصاف بان اللي عملناه السنين اللي فاتت هيطربع على دماغتنا انا وانتي. لا مفيش حاجه هتطربع على دماغتنا تاني خلاص. وبعدين احنا ما كناش نقدر نكمل حياتنا من غير فلوس منير. ما كانش قدامنا غير ثلاث حلول، يا نموت في السجن من الديون اللي علينا، يا نموت من قهرة الفقر، يا يموت منير وفلوسه تخش جبنا. زمان ما كانش في اختيار. ما تيجي نتصور كده، صوركوا صورة حلوة. ايه يا حبيبي؟ يلا انا جاهزه. جاهزه على ايه؟ ويلا على فين؟ مش فاهم. هنخرج مع بعض. مش معنا النهارده يعني؟ لا يا يحيى، مش ممكن تكون نسيت. النهارده عيد جوازنا يا يحيى. ايه ده بجد؟ طيب هاتيلي الجاكيت من وراكي. ما كنتش مستنيها منك غير انك على الاقل تفتكر يوم جوازنا. بس مش مشكله، هي حاجه من ضمن الحاجات الكتير اللي اتغيرت في حياتنا. ليه بتقولي كده يا نسمة؟ ليه بتقولي كده بجد؟ ما انا لبست اهو خارج معاكي رغم ان انا راجع من شغلي وتعبان. لا خلاص يا يحيى، مش مهم نخرج خالص طالما تعبان. مش مهم، بلاش. يعني انت ممكن يكون عندك شك ولو واحد في المليون ان انا ممكن انسى يوم زي ده؟ انسى اهم واجمل يوم في حياتي كلها. انا بقى اللي زعلان. اتفضلي. الله، حلو قوي يا يحيى. ربنا يخليك لي.
انا مش عارفه اقول لك ايه. حقك عليا. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. كل عيد جواز واحنا مع بعض وبنحب بعض العمر كله يا رب. يا رب. انا بقى فين هديتي؟ موجوده طبعا، ده انا بقالي شهرين بحضر فيها. شهرين؟ ايوه. انا حامل يا يحيى، حامل في شهرين. ايه رايك في المفاجاه دي؟ مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك، بس المره دي انا هاخد بالي من نفسي كويس. قولي بقى، طبعا انت مش هيفرق معاك لا ولد ولا بنت صح؟ تحب تسمي ايه؟ عشان انا عايزاه ولد ويكون شبهك. لسه قدامنا وقت طويل قوي نقعد نفكر فيه في الاسماء. جهزي نفسك، هنطلع الغردقه عشان نحتفل بالبيبي. الغردقه؟ هو في رمضان؟ عادي، البحر مش حرام في رمضان يعني. زي ما تحب براحتك. يلا بينا. لا معلش حبيبتي، في عندي مشوار مهم ولازم اروحه دلوقتي. مش هنخرج مع بعض يعني؟ معلش، مشوار شغل وانت عارفه بقى الشغل ما بيرحمش. وبعدين ما احنا طالعين الغردقه، هتزهقي مني هناك. باي باي. حامل تاني يا نسمة؟ حامل تاني؟ مش كفاية المرتين اللي فاتوا؟ تاني؟ ايه ده؟ انت نازلة ولا ايه؟ رايح المجدي، ما بيردش عليا. طيب اهدي. مش قاعدة. في ايه يا حلقة؟ يعني لما يرد عليك هتعرف امك فين؟ عايز نعمل ايه وامي ضايعة؟ عايز نعمل ايه؟ تنزلي تدوري عليها. خلاص هنزل دلوقتي ادور عليها. ايوة استني يا حلقة، هنزل معاكي. مش طايقة حد ومش عايزة اكلم حد يا نسر. في ايه يا حلقة؟ يا حلقة اهمد يا اللي بتخبط. امي ضاعت، امي ضاعت وانت سبب. بطيه وديها انت كمان على قلة حلو عند دماغك. انا مش عايز اسيبك الا باخد حقي. حقك ايه يا بنت رصايع انت؟ انا هسجلك بالكمبياله اللي واخدها عليك بمليون جنيه. يا نهار ابوك اسود، انا واديها لك بمليون جنيه يا حرامي. قول يا بنت، قول ال 60 داهيه انا خلي تبقى الازرق ما اعرفكيش في البرتقال دول. انا مش هسيبك. قولي. انا مش هسيبك. قولي يا بنت. انت كالقرع ده. معقولة عمك ساكن هنا؟ معرفوش بيت تاني. الغريبة إن أنا عمري ما شفت مراته وابنه هنا. ماشي. عم نتكلم معاه، مش عايزك تتكلمي خالص. سيبولي بقى أنا هتصرف. المهم نعرف ناخد حقنا. دي بقى. أيوه حاضر. إيه ده؟ أنت ما بتخلصيش؟ مش قلنا الكلام خلص خلاص؟ لا ما هو الكلام هيبقى معايا المرة دي. إيه ده بقى؟ انت جايبه لي فتوى معاك المره دي ولا ايه؟ طب دخل بنت اخوك وجوزها الاول عشان نتكلم. دكتور انس جوز حلا. جوز حلا؟ ده الجديد بتاعك المره دي. جايبه لي جوزك عشان يشحت. لا يا فندم انا مش جاي اشحت. انا جاي عشان اخد الوصل اللي انت زورته. تعرف انك مقنع وبليغ فعلا. المفروض ان انا اروح اجيب لك الوصل مش كده؟ قلت لك ده مش هيجي غير بالبوليس والمحاكم. ده لو كنت مزور فعلا زي جوزك ما بيقول، لكن انت ماضي على الوصل بنفسك. طيب هتجيب الوصل بالذوق ولا اخده منك بالعافيه؟ على فكره من ساعه ما دخلت وانت الكلام مش لايق عليك. دي ماضي على مليون جنيه يا استاذ. مليون جنيه؟ اي حرامي يا نصاب يا دوار. ومش هتشوف الوصل ده الا قدام البوليس يا حراميه. ايه برضه اللي حراميه يا راجل يا نصاب؟ هتطلع الوصل ولا هتطلع روحه؟ طب اهدى 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 سيادتك. قولوا لي اهدى.
أنا استنى هروح أجيب لك الوصل. حاضر. اتفضل. راجل حقير بس خلاص. طول ما خرجتوش دلوقتي هفرغ المسدس ده في دماغكم انتوا الاثنين واقول ان انتوا تهجمتوا عليا عشان تسرقوني. يا حراميه برا. انت راجل اتجننت؟ ايه وصلت القتل؟ اطلع برا. يلا يا احس. يلا برا. يلا برا. يلا في 60 داهيه. ايه الراجل ده؟ ده لا كلام ولا محاكم هتجيب معاه نتيجه. ده لازم يتقتل. انا مخضوضه يا انس. انا مش مصدقه. عم تاني. أنا اللي هفتح. استني حبيبي. أنا اللي هفتح. مدام حالة منير موجودة؟ أه موجودة. خير في حاجة؟ طب هي مطلوبة عندنا في القسم. من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا بهرب من بيت لبيت عمري ما حسيت بالامان في اي مكان، مع ان عندي بدل الام اتنين. اليوم اللي برجع فيه الملجأ هو اليوم الوحيد اللي ما بيبقاش هروب، بالعكس ده بيبقى الرجوع والامان. مفيش اصعب من الغربة وسط الناس اللي تعرفه، لان مفيش حد بيحس بيك ولا بيتوجع لك ولا عايش اللي انت عشته واللي خلى قلبي يعجز من وانا عيلة. انا في الملجأ برجع بيتي وذكرياتي بحلوها ومرها، أصلي وفصلي هنا، لعبي وتعبي هنا لأن ماليش غير هنا. والواحد دايماً بيدور على أصله مع إن ما عنديش، بس كفاية إن ما بحسش بالغربة وأنا هنا. الملجأ هو حياتي. بقولك إيه؟ ما تخلينيش معاك. بقولك إيه لعبت؟ انت مدام حالة؟ ايوه يا فندم انا مدام حالة. وسيادتك مين؟ انا دكتور انس جوز حالة يا فندم. ومالك بقى ومال عمك؟ انت كل شويه تهدديه. انا اللي بهدده يا فندم؟ ده هو اللي بيهددني على طول. يا فندم ده رفع علينا السلاح وكان عايز يموتنا. الاستاذ مجدي يعمل لك محضر بعدم التعرض كمان. يعني سريق ميو كمان بتعملي محضر بعدم التعرض؟ شفت يا باشا؟ شفت؟ انا باكد على المحضر يا باشا. خلاص يا باشا احنا في اخر الزمن، القيامه هتقوم خلاص. عليه العوض منه العوضه. ما بنت اخويا بتتعرضني وبتهني وبتمسك في خناقي. بس يا حالة في ايه؟ تصرفاتك دي اللي هتخليني ابعت المحضر للناس. يا فندم احنا اسفين، احنا اسفين معلش. بس يا حالة اهدي معلش. انا اسفه، انا اسفه، انا غلطت. حقك عليا يا عمي، ولو عايز دماغك ابوسها اهو. خلاص بقى يا حالة. عموما الصبح خير. اتفضل يا استاذ مجدي امضي على المحضر. وانت يا مدام حالة امضي على المحضر. امضي اتفضل. مش عارف مشكلة البحر انه كبير كبير قوي، أكبر حتى من الخيال اللي ممكن يجي في دماغ الواحد وهو واقف سرحان قدامه. غصب عني بتشدله، غصب عني بتنح قدامه، وبيجي لي نفس الخيال اللي كان بيجي لي من وأنا صغير، إن في موجة كبيرة قوي هتيجي تبلعني وتسحبني معاها وتموتني.
ما بعرفش اطلع من المنظر ده يا نسمة. بحس اني مسجون جواه. بحس ان كل حاجه فيا اتشلت. حتى مخي. ما بقاش عارف انا هعمل ايه. وكل اللي بفكر فيه ساعتها ان انا لو هربت لبره الموجة هتحصلني وتقتلني برضو. ولو هربت لجوه برضو هتموتني. ما بعرفش اعمل ايه يا نسمة. بخاف فبهرب. بس ما بعرفش اهرب لبره. بهرب لجوه. على فكرة انت زيك زينا بالظبط. بتصحى وبتموت. بتصحى بالنهار وبتموت بالليل. بس انا برضه خايف عليك. خايف عليك تصحى في يوم ما تلاقيش لا شط ولا موج ولا ناس. وتبقى لوحدك. لوحدك زيي بالظبط. ما تبقاش عارف هتعمل ايه. زي ما انا برضه مش عارف اعمل ايه. يحيى. ما بعرفش اخرج من الحاله دي يا نسمه. يحيى. ما بعرفش اخرج غير لما بتاكد ان البحر في الوقت ده ميت. يحيى. مش هيقتلني النهارده. نسمه. الحقني يا يحيى. مش عارف اتنفس. يحيى. نسمه. الحقني يا يحيى. يحيى. اسمع اتفضلوا يا جماعة. تسحروا. كل سنة وانتم طيبين. لا شكرا احنا مش شحاتين. قام يا أماني. أماني عاد كده. اخص عليك. اخص. اخص. أنا. استني. انت عايز تاكلي؟ يا أمين. شاطرة شاطرة. صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ انت فاطر؟ اكيد لا طبعا. ده علشانك. عشان ايه؟ انا صايمة. صايمة ايه؟ انت حامل وعلى سفر. عايزة ايه رخصة اكتر من كده علشان تفطري؟ بركتك يا شيخ يحيى. احبك وانت بتفتي. طب يلا افطر عشان ننزل. مصمم برضو؟ ايوه. ماشي. ميرسي يا يحيى. انا مبسوطه قوي قوي بجد. قال لي هو انا لو بصك في رمضان هتفطر؟ مش عارف.
بيتهيألي محتاجين مفتي. ونجيبه منين دلوقتي؟ أكيد في الغردقة مفتي. آه. إيه مالك؟ مش عارفة في مغاز جامد. آه. في إيه يا نسمة؟ آه إيه ده؟ في إيه؟ في إيه يا نسمة؟ حاجة بتخبط في بطني يا يحيى مش قادر. طب أعمل إيه؟ أنا مش فاهم. نسمة 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 مالك؟ مالك؟ نسمة؟ الحولة دي هديكي. هي دي أول مرة يحصل فيها إجهاض؟ لا يا دكتور مش أول مرة، حصل إجهاض أكتر من مرة قبل كده. طيب لازم تاخدي بالك من نفسك أكتر من كده شوية، لأن كتر الإجهاض بيقلل فرص الحمل وبكده هيبقى في خطورة على حياتك. طيب خد بالك منها شوية، هسيبك عشان ترتاحي. حاضر متشكرين يا دكتور. اتفضل حضرتك اتفضل. أنا مش هتكلم كتير عشان ما تحبكيش. أنا عارف إن أنتي هتموتي من زمان على بيبي، بس فكري تاني في كلام الدكتور. نسمة أنا عندي استعداد إن أعيش عمري كله من غير ما أخلف، بس ما عنديش استعداد إن أعيش لحظة واحدة من غيرك، ما عنديش استعداد إن أخسرك. عشان خاطر يا يحيى أنا مش قادرة أتكلم خالص، أنا تعبانة قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الأستاذ مجدي سعيد؟ أيوه. طيب تفضل. إيه ده؟ ده حضرتك محضر من المحكمة. محكمة؟ محضر إيه ده؟ لا والله يا فندم معرفش، بس حضرتك ممكن تمضي لي هنا وبعد كده تبقى تقرأ براحتك. أمضي فين؟ تفضل حضرتك. شكرا. طيب. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. خدها من السيدة. دعوة مقدمة من السيدة حلا البرمدة ومجدي سعيد، حضور إلى الجلسة في الموعد المحدد. يا بنتي سيبك من الدنيا، خلي الدنيا في حالها واحنا في حالنا. الكلام ده لو بنتكلم على واحد صاحبي ولا واحد جاري، لكن دول ابويا وامي يا عم عثمان. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم يا رب. حتى لو ابوك وامك كفار ما لهمش غير المعامله الحسنه. المشكله مش في المعامله، المشكله في قلبي ده من جوه. ما بحبهمش عم عثمان، مش طايقهم، مش حاسس ان هم اهلي اصلا، بكرههم. ما تقولش كده يا ابني. المشكله ان انا بقالي سنين كاتم في قلبي مش عاوز اقول، بس خلاص مش قادر، مش قادر، لازم اطلع اللي جوايا. الناس دي ما لهمش فيا ولا انا ليا فيهم، مش حاسسهم. ايه ده بس يا ابني؟ ما هم لو عملوا حاجه يا عم عثمان. المشكله مش في العمايل، المشكله مش في العمايل ولا في الشغل ولا في الفلوس. المشكلة إن أنا مبقتش قادر أداري أكتر من كده. بكرهه، بكرهه. عمرك شفت ابن بيكره أبوه؟ لا إله إلا الله. أنا بقى لا إله إلا الله. إدعي لي يا عم عثمان، إدعي لي أرجوك. يا رب خد بإيده يا رب. بقول لك ايه؟ روحي انت اقعدي على اي كافيتيريا لحد ما اخلص محاضرات واجيلك. ايه يا عم سارينا يا عم؟ عايز اخش معاك. هو العيال جوه دي احسن مني في ايه؟ طب والله العظيم البنات اللي جوه دول انا احلى منهم. خلاص تعالي معايا، بس لو حصل اي حاجه هتقعدي في كافيتيريا. قشطه. يلا بينا. معاك ايه يا استاذ سارينا؟ اه شكلها لبسنا كده. انت بتفتشني انا بس ولا الناس كلها؟ انت بس. وهتقلعني هدومي بقى ولا ادخل؟ الجزمه.
الحاجات دي بتاعتنا هو ملوش دعوه. مالكيش دعوه انت، غوري من هنا. بقولك ايه، كلمي لي محامي او كلمي يحيى بيه، خليه هو يتصرف. الله يخرب بيت امك يا سريع. استنى بره يا ابني. اقعد اقعد. اسمك ايه؟ حلمي السيد ابو ضيف. اثبت اسمه عشان نقوله في البطاقه. ترامادول. داخل الجامعه بتعمل ايه بالترامادول ده يا حلمي؟ مالك؟ اصل من سنين يعني يا باشا ما سمعتش اسمي حلمي. مش ده اسمك؟ حضرتك الناس كلها بتقول لي سارينا. وفي الجامعه برضه سارينا. لا، من الواضح بقى ان انت اللي فرحان بسارينا. ما هو سارينا شبه ترامادول وحلمي شبه الهندسه. انت اللي اخترت تكون سارينا وتبيع ترامادول وما تبقاش حلمي واشتغل مهندس. احسن حاجه ان حضرتك حكمت عليا من اسم شهره. ما بالك بقى يا باشا لو كان اسمي غرزه كنت عملت فيه ايه؟ واضح انك ذكي جدا، بس مشكلتك ان انت غرقان في بحر من الكلام الفاضي، مش عارف تشوف الصح. هتضيع نفسك ومستقبلك وعيلتك كلها عشان كلام فاضي. يا باشا انا عايز اقول لك. ما تقولش يا باشا، ما تقولش يا باشا. انت عايز تبقى مهندس ولا لا؟ عايز. حضرتك انا جاي في اولى وتانية هندسه جيد، وجاي في ثالثه جيد جدا. يعني لو دوست على نفسي شويه ممكن ابقى معيد او ابقى دكتور. بس هي جت معايا كده. هي ايه اللي جت كده يا باش مهندس؟ انت متلبس برشان جدول مخدرات. تعرف يعني ايه تتحبس وتبقى مجرم؟ هتخرج تشتغل ايه؟ وطبعا بقى ذكائك هيقول لك المجتمع ظلمني والمجتمع حبسني والمجتمع قتلني. هو كده فعلا يا فندم، احنا عايشين في مجتمع ظالم وفاسد وقاتل. انا اصلا المجتمع مش معترف بيا، مش شايفني، رغم اللي جاي في ايدي وفي قلبي مش شايفني، رغم المفروض ان انا المستقبل اللي بينادوا عليه مش شايفني. يا فندم المجتمع مش شايف غير ترسيم حاجات كله يتلزق في كله وهي ماشية بالبركة. يعني أنا شاب يتيم يا باشا، بصرف على أمي. أعمل إيه بقى وأنا عايز أبقى مهندس؟ لو حضرتك ما تعرفش مصاريف هندسة ممكن أقول لك على مصاريف اللبس، على مصاريف الأكل. اشتريت موتوسيكل، قعدوا يتريقوا عليا، اتشطرت شويه في الدراسه. اه قالوا اهو بيتشطر، اهو بيتشطر اهو. يعني في الاول وفي الاخر يا باشا مش هتفرق اذا كنت خريج هندسه من واحد معاه دبلوم صنايع. احنا عايشين في مجتمع ظالم، يعني انا بالنسبه له مسخه. شوف يا حلمي، محدش بيحبس حر ومحدش بيقتل حر. أنا مش هقول لك هتشتغل إيه ولا تجيب فلوس منين، أنا هقول لك حاجة واحدة بس. اللي بيدور على الحلال بيلاقيه، واللي بيدور على المشاكل بيقع فيها. أنت اللي هتختار دلوقتي يا باشمهندس، أنت اللي هتختار وأنا هصدق. لو وعدتني إنك هتزورني هنا كمان سنتين وأنت مهندس، أنا هأمر دلوقتي حالا بإنك تخرج من النيابة وأكنك ما جيتش. أوعدك يا فندم هزورك وأنا مهندس. تعرف لو في من حضرتك ولا البلد كلها رجالة ولا ايه؟ رجالة يا فندم، رجالة. طب يلا روح. اخد البطاقة بقى يا فندم. اديله البطاقة. رجالة يا فندم. الحمد لله على السلامة يا سارينا. والنبي تتعشى معانا. احنا نضاف قوي ما تخافش. بنغسل كل حاجة بالخل والصابون. تسلم ايدك يا ست الكل، على راسي والله، بس معلش النهاردة أنا متأخر شوية. شكرا يا يحيى باشا على حركة المحامي دي. حبيبي. محامي إيه يا أخويا؟ هو المحامي ده كان عمل حاجة؟ ده حتى ما دخلش لوكيل النيابة. كيتي. ولا المحامي ده أصلا لو كان دخل لوكيل النيابة كان عند وتصق حكم. عموما يا ستي الحمد لله إنها جت سليمة، يبقى خلي بالك المرة الجاية. آه الحمد لله. هو قال له فكرك باسمك يا حلمي. آه والله. بقول لك ايه، احنا لما نخلص الموضوع ده كله نعمل حفله بقى كبيره قوي ونكتب هنا على باب الفيلا حلمي. حلمي ايه؟
حلمي ابو ضيف اكيد. حلمي ابو ضيف. حلمي سيد ابو ضيف. السيد ده يبقى جوزي يا كيتي الله يرحمه. الله يرحمه يا خالتي. طب ياما انت وكيتي ادخلوا جوه عشان انا عايز يحيى باشا في كلمتين. متشكرين قوي يا ابني. على راسي يا امي على راسي. الله يخليك. يلا يا بنتي. خير يا واد في ايه؟ عايز فلوس؟ لا يا باشا. انا عايز حضرتك تبطل ترامادول. طب الحمد لله على السلامه يا حلمي. همشي انا بقى قبل ما اتلخبط وتضايقني تاني. انت اضرب حالك يا باشا. بس انا عايز اقول لك انها فرطت منك جامد. هربت. زمان يا باشا انت كنت بتاخد شريط كل فين وفين. دلوقتي بقيت بتاخد شريط كل يوم. وده معناه مش حلو. انا مش عايز افول على حضرتك. بس يا باشا لو ملحقتش نفسك دلوقتي هتدوس عليك. ومحدش فينا هيقدر يلحقك. ماشي ماشي سرين. حاجة كمان يا باشا. أنا مش هبيع ترامادول تاني. أنا هركز بقى في كليتي ومستقبلي وأزق شوية في الأفراح مع كيتي. لكن ترامادول تاني يا باشا أنا مش هبيع. وأنت فاكر يا واد إن أنا لو عاوز هتقفل عليك؟ هتقف؟ في مليون ألف واحد يجيب لي وبالتليفون. عموما ربنا يوفقك. امضي امضي عشان نمشي ونسيبك في حالك. امضي على ايه يا حرامي؟ اخرسي. يا ماما تربيت شوارع. الشوارع دي انضف منها. مش عايز اللي تلب ده موتك بنتك وحرقلك البنت اللي فيه. امضي خلاص يا بت. امضي على ايه؟ امضي على تنازل عن القضيه وتنازل عن الميراث واعتراف انك خدتي كل فلوسك وكل حقك. امضي. امضي هنا كمان وهنا. امضي. حمدي حمدي. عادل. يا كبير. افتح. عليكم. جاوب. يا عم حرام عليك حرام عليك ما تخسرناش كل حاجة. انت بتحرب على ايه؟ بحرب على ايه؟ هكون بحرب على ايه؟ هو انت مش شايف بعينيك؟ مش شايف ان ادهم بلع السوق كله في حجره وبقينا بنشحت منه اللي شغلنا؟ انت اللي داخل بصدرك ومش حاسس انه ممكن يعورك. يا عم يعور مين بس؟ ايه الرعب اللي انت فيه ده؟ يا دي اتكلم كويس عشان عدلك. ماشي يا سيدي هتعدل بس عشان خاطري
عشان خاطري ما تخليناش لقمه طريه يبلعها ادهم. ادهم ادهم ادهم، مفيش في بقى غير ادهم، مفطوم على ادهم. اهلا يا معلم ادهم، والله كويس بتيجي على السيره او على الريحه. مش هرد عليك عشان خاطر ابوك. تشكر تشكر يا معلم. انا جبت لك البضاعه اللي انت عايزها وبسعر المصنع، ولولا ابوك انا كنت رديت لك اللي عملته معايا في المزاد الطقطقين. يا سلام، اشتريت انت كده خاطرنا صح؟ شيلتنا جميله. مش هتعرف، قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني يا ادهم. المعلم ادهم يالك ده كان زمان او مش عليا، برضه هقولها لك تاني. انت تقدر تبلع السوق كله في كرشك، الا انا ما بتبلعش، بقف في الزور. شكلك مش هتجيبها البر ولازم تتخلى. لا 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 يا معلم، لا من غير ما تقول. انا ماشي هروح اشوف حاجه مهمه اعملها بدل ما اقعد اسمع الكلام الماسخ ده. سلام. الحمد لله الضغط بقى احسن. الحمد لله. بس لازم تاخد بالك من نفسك اكتر من كده يا دكتور. ان شاء الله. شكرا يا اكرام. تعالى صفا، انت لازم تعمل تحاليل. ده شويه ارهاق مش مستاهل. دماغك ناشفه وهتتعبني كالعاده. انا كويس يا صفا. انا ما ينفعش اسيبك كده. كده ايه وانا مالي؟ ما انا كويس. هو في ايه؟ اقسم بالله العظيم هقول لمراتك وهي تتصرف معاك. لا انا مش عايز حالة تعرف اي حاجه عن الموضوع ده. ايه يا ابني في ايه؟ انت مش دكتور وفاهم اننا لازم نعرف سبب الدوخه دي؟ هنعرف سبب الدوخه، بس اوعدني ان حالة ما تعرفش اي حاجه. ماشي احلف يا عم. من غير ما احلف، وانا عندي كام انس يعني عشان اخسرك؟ ماشي يا صفوت، وانا اوعدك ان انا هخلي بالي من نفسي ومش هقع تاني ان شاء الله. لا توعدني نعرف سبب الدوخه دي ان شاء الله. يا مدام حصل لك حاجة؟ يا مدام يا فندم. ده يا نهار اسود. اه ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا اسف يا شيخ، خضتيني عليكي افتكرت حصل لك حاجة. انت كويسة؟ لا ضايقة. طب تعالي هاتي ايدك هاتي ايدك. انا ضايقة قوي، انا اسفة، انا بجد ما كانش قصدي اخبطك بالعربية خالص. يا ستي ولا يهمك، بتحصل عادي كل يوم يعني. يا نهار ابيض، ده انا خبطت لك العربية خالص. خبطتي لي ايه بس؟ دي مجرد تريحة، ده خربوش. على فكرة انت اللي اتضريتي اكتر مني. لا 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 انا اسفة، انا لازم اوديك للسمكري بتاعي، انا اعرف سمكري كويس قوي وانا هتحمل كل التكاليف. سمكري ايه بس؟ ما انا كمان عندي سمكري. يا ستي والله ما في مشكلة،
دي حاجة بسيطة جدا. لا من فضلك عشان ما احسش بالذنب، اديني رقم تليفونك وتاخد رقم تليفوني وانا هبعتك عند السمكري بتاعي، هو هيصلح لك اللي انا عملته ده. قول لي بقى رقم تليفونك كام؟ يا صفوت تشرب قهوة؟ لا لا مش قادر. انت وراك شغل ولا خلصت؟ ما عنديش حاجة. ما روحتش ليه طيب؟ انت شكلك ما نمتش اصلا. ما عملش حاجة غير ان انا بنام. يا بختك، انا نفسي انام ومش عارف. عايز تقول ايه؟ لا حاسك عرقان بس شوية. دي واضح انها غالبا اعراض لنفومة. لنفومة ايه؟ احنا لسه ما تأكدناش من اي حاجة. طب ودرجة حرارتي العالية والاعراض اللي بتجيلي وحالتك اللي انت داخل بيها دي؟ صفوت انا عارف انا عندي ايه، بس زي ما قلت لك قبل كده انا مش عايز حالة تعرف اي حاجة خالص عن الموضوع ده. حاضر مهما حصل، بس لازم نكمل بقية الفحوصات والتحاليل إن شاء الله. ها اتأخرت كده ليه؟ ما اتأخرتش ولا حاجة، ده مسافة السكة. توريني جبت ايه؟ اطلع اطلع. ايه ده؟ نص شريط؟ عامل بيه ايه؟ مش هيكفيني. سليم انا باخد شريط او شريطين في اليوم. يا اخي كنت جبت لي كميه كرتونه وانا كنت هدفع لك اللي انت عايزه، بس ما تسيبنيش كده. يحيى باشا انا كنت هروح في داهيه وكنت هلبس سابقه بسبب الهباب ده، ومن ساعتها وانا واخد عهد على نفسي ان انا مش هرجع له تاني، ورجعت لما شفتك تعبان. طب 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 سليم بص هقول لك على حاجه. قول لي انت بتجيب منين وانا هروح لهم، اصل انا اتصلت بكل الناس اللي انا اعرفهم وقالوا لي مفيش النهارده. والله العظيم ما هتلاقي نص حبايه في البلد. سرينا ما تسيبنيش كده، انا عمري ما اتخليت عنك. عيب يا يحيى باشا انا معاك. انا عارف انت بتبص لي ازاي، انت بتبص لي على اني مدمن، لكن لا الحكايه عندي اكبر من كده بكتير. سرينا انا لازم افضل صاحي طول الوقت، الترامادول هو الحاجه الوحيده اللي بتخليني صاحي. انا لو اقدر ما نمشي العمر كله كنت عملت كده، عشان خاطر الموت اللي بيلف حواليا مش عاوز يواجهني، رايح جاي عليا مش عاوز يسيبني. يا سرينا يحيى باشا انا عايز بس حضرتك تمسك نفسك بالنص الشريط ده، وانا والله العظيم اوعدك ان انا هتصرف. اعمل بيه ايه؟ رد. اوعى. اتفضلي. ميرسي. عفوا. ايه؟ مالك قاعدة بعيد كده ليه؟ ما تقربي شوية. هو أنت عايز إيه بالظبط؟ إيه عايز إيه؟ دي هكون عايز إيه؟ أصل الحكاية بتبتدي بالقرب وبعدين بتخلص بالتلزيق، فياريت تقولي انت عايز ايه بدل ما حد فينا يفاجئ التاني بحاجة مش متوقعة. هاتي ايدك. ليه؟ هتقرالي الكف؟ يا ستي هاتي ايدك وانا هاكلها. اتفضل. بص يا ستي. احنا زي اي اتنين بيتعرفوا على بعض، قدامنا اربع احتمالات، يا اما نبقى اصحاب بجد، يا إما ما نعرفش بعض تاني، يا إما نبقى على علاقة سطحية، يا إما نقع في حب بعض. نسيت الخمسة اللي هي؟
انهم يهزقوا بعض، يمسحوا بكرامة بعض الارض. هو احنا هنستهبل يا يحيى؟ دي تاني مره نتقابل فيها. بس على فكره انت لو ما كنتيش مستريحه لي ما كنتيش جيتي تقابليني. هو انت فاكر ان انا بقابلك عشان مستريحه لك؟ ما اظنش انك لحقتي تقعي في غرامي. واضح ان انت متسرع وبتنسى بسرعه. اول مره قلت لك ان انا عندي فضول، واول ما الفضول يخلص عندي هنعرف ساعتها احنا انهي احتمال من الاربعه او الخمسه. ها قلت ايه يا يحيى؟ بصي، رغم انك مدب وكلامك زي الدبش، بس دي احلى مره سمعت فيها اسمي من بق حد. ما انا عارف. انت مجنونه رسمي. هو انت لسه شفت جنين؟ جوزك في شقته القديمة مع واحدة مش ولا بد. كدابين يا ولاد الكلب، الشقة زي الفل، مفيش حد. خش خش. آخرة خدمة الغزة علقة يا إنصاف. بقى بعد السنين دي كلها تبعدني يا مجدي؟ من الأول وأنا شايفة عيوبك وساكتة، من أول ما شفتني كان شعري بيتجرجر ورايا، كانت عينيا بتذبح أي عين، السبتية كلها كانت تحت رجل. عمري ما شفتك إلا وإنت على ركبك بتحلف وتتحالف بيا، وأنا عيني على أخوك، حبيته من أول نظرة، بس هو ما حبنيش. بوست على رجله، اتكبر عليا، طردني من الوكالة، هزقني هزقني وهو مش عارف إن وجع الست صعب قوي، خصوصا لما تترمي من اللي بتحبه. أديني اتجوزتك وأنا ما بحبكش، وعملت اللي عليا معاك. ده أنت كنت في جرة وطلعت البرة يا مجدي، طول عمرك بخيل وخواف. ده أنا اللي سخنتك وشديت حيلك على أخوك، وأنا اللي دبرت وعملت لك قيمة وسط السوق، أنا اللي شجعتك عملت لك حس وقبلتك وأنا ما بحبكش وسكت. جاي دلوقتي تدوس عليا؟ ده أنا بقى موتي وسني اللي يدوس عليا. ايه اللي جابك؟ انت اللي جبتيه لنفسك.
انت قاعده في البيت وراكزه وانا اللي بلف وابرم وارجع لك اخر الليل. مين اللي بخ في ودانك؟ ايه اللي جد؟ غيرانه؟ ولا وحشتك؟ ولا فيها حاجه اتغيرت؟ ها؟ انت عارفاني بحب النسوان واحب امشي ورا النسوان. وانت عارفه وما بتساليش لحد ما نسيت انك مراتي. انت عمرك ما بصيتيلي على اني جوزك. هقض بعضها انصاف. زي ما بتنوريني بنور. زي ما بتخططيلي بنفذ. قلت لي اركب مكان اخوك وكوش على فلوسه وابنه. ركبت وكوشت. انا بحبك اكتر من الاول. لانك انت اللي عملتي كل ده. جايه دلوقتي وعايزه تهدي لي ايه؟ على حاجه تافهه؟ وانا كنت بخطط كل ده عشان تنبسط انت؟ كنت بتلون زي التعبان عشان تطير بعيد عني؟ من يوم ما اتجوزتك يا مجدي وانت ملكي، ومن يوم الفرح وانا بشرب كاس المر لحد اخره عشان بس احقق اللي انا عاوزاه وادوس على رقبه اماني. بس يا خساره، حظها حلو اتجننت وخلصت حسابي معاها بدري، مع ان كان نفسي حسابي يطول معاها. بس المهم دلوقتي انا قاعده على كرسي الفلوس والوكاله وكل حاجه، وانت تنفذ اللي انا عاوزاه وبس. طب اهدي اهدي، ايه اللي طلع لسانك كده؟ بتعفري في وشي ليه؟ دي بنت هبله من الشارع، نزوه وراحت لحالها. نزوه؟ بقيت تعرف تقول نزوه؟ بقول لك ايه؟ انا محدش ابدا يضحك عليا، انت فاهم ولا لا؟ اهدي 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 بس. السلاح يطول والشيطان بيلعبك. انا لو منك اسامحني. اطنش. خشي خشي اعملي لنا كوبايتين شاي وشغلي التلفزيون، الايام بتنسي. ولا اقول لك تعالي نتعشى بره. دم تبعتيني كده خلصت حقك؟ روح اطلبي الدكتور، ده مش وقت تناح. شوية شوربة إنما إيه؟ يستاهلوا بقك. سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة عليك. أنت إيه اللي وداكي شقة شبرا أصلاً؟ يعني عايزني أعمل إيه لما أعرف إن أنت جايب واحدة هناك؟ يعني أنت كنت عارفة أنا بعمل إيه؟ كنت عارفة. مين اللي قالك؟ فعل خير. واحدة؟ واحدة. بنت الكلب. مدام حلا، احنا حاولنا نكلمك أكتر من مرة، تليفونك كان مقفول. ليه خير في إيه؟ حبيبة مش لاقيينها. حبيبة؟ حبيبة بنتي أنا؟ يعني إيه مش لاقيينها؟ يعني إيه مش لاقيينها؟ كابتن، كابتن فين حبيبة؟ حبيبة دخلت تغير، اختفت من ساعة ما دخلت. يعني اختفت يا كابتن؟ يعني اختفت؟ هتكون راحت فين؟ دورتوا عليها في النادي؟ يعني اختفت؟ دوروا تاني، دوروا تاني، دور هناك. ألو، لسه ما عرفتيش بنتك فين؟ ألو ألو ألو.
احنا لازم نعمل محضر. انا عرفت ممكن تكون فين. ايوه يا قرصة ودني. بس يا حالة كده ما اشوفش خلقتك تاني. انسيني عشان انساكي، والا انت عارفه الباقي. على فكره بنتك على بوابه النادي مستنياكي. حبيبه حبيبه ماما كويسة. فيكي حاجة يا ماما؟ فيكي حاجة؟ انتي كويسة؟ الحمد لله الحمد لله. يلا يلا. انتي كويسة يا ماما؟ انتي كويسة؟ تعبانة؟ قوليلي فيكي حاجة؟ أنا أخد المياه في حضني وأنا اللي أطوف حواليها يا حبيبي. إيه ده؟ مين ده وعايز إيه؟ هو عارفني كويس. أنا عايزك أخش بس مع الدكتور وأشوف عايز إيه. ماشي ماشي خلاص، أنا في الوكالة جنبك بالإذن. آه يا دكتور. شوف يا مجدي، أنا ماليش دعوة بالقرف والمشاكل والورث اللي بينك وبين بنت أخوك. أنا جاي عشان أحذرك، لو قربت من بنتي تاني بعمرك. أنت جاي تهددني في وكالتي؟ هلا اطلع بره بره. قسما بالله يا مجدي لو قربت من بنتي لا هموتك. أنا أدفنك هنا حي. اطلع بره. أنا قلتها لك وخلاص. خدوه من هنا. امنع مراتك عني، امنعها عني لو خايف على بنتك. يا نهار اسود، ومنيل بستين نيله فوق دماغك؟ عرفت بقى انا قافله منك ليه؟ عشان واد عصب ومالكش لازمه. عارف اللب ده بكام؟ 1000 جنيه. هبديك حقه. لو النبي كفي نفسك يا اخويا، لو انا جايبهولك عشان تدش ولا ينفعك في دراستك. كيتي، وانت مش مفهمين ان مفيش حاجه بينك وبين مراد؟ انت قد ناقصك تجربه على فكره. هو انا اي واحد اقف معايا اهبل يبقى في بيني وبينه حاجه؟ ايوه، بس انتي متربية وسطينا وعارفة كلام الناس عامل ازاي. لا ان كان على التربية بقى، فانا متربية وسط ناس كتير قوي. فكرني انت انهي ناس فيهم. ايوة، اي كلمة بقى اقولها هتزعلي مني وتجيبيها فيا. اللب ده انا مش هدفع ولا مليم في تصليح، انت فاهم ولا لا؟ وبعدين بقى انت مالك انت اقف مع حد ولا ما اقفش؟ انت في بيني وبينك حاجة؟ ايوة صح، احنا مفيش بينا حاجة فعلا. طب ما دام ايوه صح ومفيش بينا حاجه، سيبني بقى في حال الله يسترك وخليك في حالك. ايه يا دوك؟ ايه خلصت؟ اه خلاص خلصت. بغير منك انا، بعيد عن وجع الدماغ. فاكر ايام امتياز؟ ودي ايام تتنسي؟ فاكر طب. ساعتها قعدت حيران مش عارف تتخصص ايه، واتجننت لما انا تخصصت تخدير، وقعدت تقولي تخدير ايه وبتاع ايه. دكتور التخدير ده عادي يعني، عمره ما هيبقى ليه عياده في مصر. طب ما ده حقيقي. لكن دكتور الاطفال، دكتور البطنه، الجراحين، كل دول دكاتره بتعمل فلوس. عشان كده قلت لك تخصص في التخصص اللي يجيب لك فلوس. وانا سمعت كلامك، بس اللي مجنني لغايه دلوقتي انت ايه اللي خلاك تكمل في التخدير؟ بخاف من المواجهه، ما بحبش الحروب. ده التخصص الوحيد اللي قسم السكات يعني، انت مش هتتكلم. لا المريض هيسالك على حاجه ولا انت هتبقى مضطر انك تكذب عليه وتقول انها زي الفل. متقلقش، حتى لما اخترت حاله كل الناس اعترضوا،
انا قلت لهم لا، انا اخترت الانسانه اللي هتجوزها وبحبها واتجوزتها. يا بختك يا عم، يا ريتني كنت اخترت التخدير انا كمان، كان زماني اتجوزت اكرام حتى. كنت مرتاح وسعيد وفرحان بحياتي وشغلي ومراتي وبنتي لحد ما جالي العيادة. مش هقلب كل حياتي وخلاني عايز اهرب من كل حاجة. تهرب من ايه بس؟ اهرب مثلا من الورق اللي قدامك ده، دي نتيجة العينة طلعت بقالها كام يوم وانت مش سائل، وانت عارف ان ده مش كويس، انت دكتور وفاهم. عايز نسأل على ايه؟ على موتي؟ اعرف يعني فاضل لي كام يوم في الدنيا؟ ولا عايز نصدم بالنتيجة اللي قدامك دي اللي هي عندي تنازل للعمر؟ ولا انت فاكر ان انا لما اعرف النتيجة بدري عمري هيزيد كام يوم يعني؟ شكرين على الفستان بس هو مش واسع حبتين. ده جميل عليك يا حبيبتي. بقول لك يا دكتور، ادام انت بتحبي الدكتور كده لا مؤاخذه، يا اختي ما اتجوزتوش من زمان ليه؟ ايه الخيبه دي؟ انت رغايه كده ليه؟ انت عارفه اصلا ان انا رغايه ولا انت بقى بتتهربي من سؤالي مش عايزه تجاوبيني؟ كنا المفروض هنتجوز زمان واحنا صغيرين، وبعدين قال لي هسافر عندي كام حفله بره وغاب بدل الشهر اتنين وتلاته، وانا استنيته عشان يرجع مرجعش، ومعرفش اوصله عشان اساله ليه اختفيت عني. وبدا يشتهر وبدات اسمع اخباره، الموسيقار الشهير يوسف مراد، وخلاص بقى عدى زي اي حاجه حلوه عدت في حياتي. وكان كل ما يوحشني احط سيديهات واقعد اسمعها. النبي ما حد مرتاح. معلش انا اسف جدا جدا اتاخرت عليكم، انا عندي مكالمه مهمه طولت غصب عني. يا اخويا بركه انك جيت، ده احنا قلنا ان انت مش جاي. شفتي ازاي بقى؟ ده انا بقدس مواعيد. يعني عمرك يا يوسف ما اديت حد ميعاد وما رحتش وما اعتذرتش؟ اكيد حصل انامه، بس ساعات الظروف بتبقى اقوى من اي حاجه. طب بالاذن انا بقى هروح الحمام، بس شرط اي حاجه تحكوها لما ارجع تقولوها لي تاني. بس يا بنت. انا حوشت الكلام كله عشان لما ترجع نقوله لك. شاطر يا دكتور. انا عارف انت بتلمحي ليه، بس متاكد وعارف كمان ان قلبك كبير قوي وابيض قوي، وهتسامحيني. في حاجات من كتر ما كان الواحد متعلق بيها صعب ينساها، بس انا مش زعلانه يا يوسف، انا بس كان عندي فضول، كنت عايز اعرف ليه اختفيت عني وليه انا استنيتك. سالت نفسي السؤال ده كتير قوي لحد ما تعبت وبطلت اساله. نعمة، انا اسف جدا. احنا ما بقيناش صغيرين يا يوسف عشان نكتم الزعل جوانا، ولا كبار على الاسف لو حد اتأزم التاني. طول عمرك بتضحك عليا بكلامك الحلو يا يوسف. طب شوفي هتطلبي ايه لنفسك ولكيتي عشان انا خلاص بقيت من الجوع. انا جيت. اهلا وسهلا. اهلا. قلت لها ايه؟ اسرار. تمام؟ بس بقى. نعمة كويسة، حصل حاجة؟ لا ما تقلقش، الدكتورة نعمة كويسة، بس هي ما تعرفش ان انا جاية لحضرتك الصراحة. طيب انا كنت رايح حمام السباحة، لو ما وريكيش حاجة تعالي اشربي مية حاجة هناك. لا انا ملوش حاجه خالص، اتفضل. طبعا هاجي معاك. اتفضلي يا بنتي، ارحمي نفسك بقى، كفايه شرب، انت خلصتي الازازه. انا ما شربتش كتير ولا حاجه يا دكتور. كل ده وما شربتيش كتير؟ طب وربنا، انا ممكن اخلص لك سبعه من دول، بس انت ما تقولش للدكتور. طيب حاضر، انا مصدق. حاضر، كفايه شرب دلوقتي.
انا صوتي حلو قوي على فكره، بس محدش مقدر هنا. انا معرفش ليه انا حظي كده. ما تساعدني ربنا يخليك. حاضر حاضر حاضر، بس كفايه شوربه بقى. ماشي عشان خاطرك، اطلب لي حاجه اكلها. طيب حاضر يا ستي حاضر. ممكن اغني لك؟ تغني ايه؟ عندي اغنيه اسمها يا برنس البرنسات. اسمها ايه؟ يا برنس البرنسات. نسمعها بس يوم تاني ان شاء الله نكون في فورمه كده يعني. طب والله يا دكتور لو سمعتها هتتفلق نصين من الاحساس. لا يبقى ده سبب اقوى ان احنا نسمعها يوم تاني. والنبي عايز اغني لك ما تخنقنيش. لا لا معلش معلش. طب هتساعدني؟ هساعدك طبعا طبعا هساعدك. عايز اغني وارقص، انا ممكن امشي على الحبل. حسبي كده هتقعي. يا عم مش هقع يا عم الدكتور ما تخافش. بص بقى يا سيدي. طب تعالي اقعدي بقى تعالي اقعدي. لا والنبي انا مبسوطه جدا كده. انا بفكر ان اعمل الفوازير السنه دي. فوازير؟ حسبي حسبي ده كلام ده؟ ده كلام؟ هات ايدك بامك. نهار ابيض. اهدي يا نعمه. هي شربت واين ووقعت في البسين. ايه؟ انت بتقول ايه؟ لا ما حصلش حاجه. انا هروحها دلوقتي. طب اديهاني. طب خدي كلميها معاكي. يا عم انا مش عايزه اكلمها يا نجومه دي. انا دكتوره. اتفضلي تعالي لي حالا، انا هستناك. حاضر. حاضر يا دكتوره. بالسلامه انت بقى. انصرفي. امسك. كيتي. كيتي. بتغير مني قوي الست دي. نعم. قصدي بتغير عليا، بتخاف عليا يعني في ايه؟ بس هي اصلها جيل قديم قوي كبيره برضه. ما بتفهمش في الغنى الحديث اللي بغنيه. ده على اساس انك بتغني اغاني حديثه سعادتك. طب وربنا انا نجمه في ايه؟ كيتي انت عايزه ايه بالظبط؟ انا عايزك توصلني. ايه؟ ولو وصلتني ليك الحلاوه. انت لسه سكرانه ولا ايه؟ طب وربنا انا في كامل قوى العقليه وشايفك اهو قمر قدامي. بقول لك ايه؟ لو خايف من نعمة انها تعرف حاجة انسى. اللي هيحصل بينا هيفضل بينا، بس المهم توصلني. بقول لك ايه؟ خدي هدومك وروحي دلوقتي حالا. ما تخافش يا جدع. السلام عليكم. عليكم السلام. الأستاذ اللي ساكن في الشقة اللي هنا فين؟ قصدك دكتور أنس؟ أيوه. ده ماشي يا ست هاني، ساب الشقة النهاردة الصبح. النهاردة الصبح؟ تعرفش راح فين؟ ما قالش والله، بعد إذنك. أيوه يا صفوت، أنت كنت عارف إن أنس مأجر شقة تانية في شارع الدقي؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ مش مهم عرفت منين، المهم اني عرفته وخلاص. زي ما عرفت ان انت كنت بتكذب عليا يوم قعدت تحلف 100 يمين ان انت ما تعرفش عنه حاجه. حلا صدقيني حلا الموضوع مكلكع مش بالصوره اللي انت متخيلاه. طب عشان خاطري يا صفوت، عشان خاطري لو ليا غلاوه عندك ممكن تقولي انس فين دلوقتي؟ والله ما اعرف. في ايه في حياه انس مخليه مخبي عليا ومخليه هربان مني بالشكل ده؟ انا لسه بره البيت، لما ارجع هحاول اوصله. انت ليه مش عايز ترد عليا؟ ما تقولي في ايه في حياته مخليه مخبي عليا بالشكل ده؟ وليه الممرضه بتاعته تعرف مكانه ولا لا؟ بقول لك ايه؟ انا جاي دلوقتي من اسكندريه، اول ما هوصل هحاول اوصله، وصدقيني اول ما اعرف حاجه هبلغك، وما تقلقيش انا هتصرف. دلوقتي يا ادم. عموما انا جاهز. مستعد اسلم روحي دلوقتي واموت. يلا. خلص وريحني. لا.
مش انا اللي استغل ضعف عدوه عشان يخلص عليه. احنا عداء انما مش ده الوقت المناسب اللي اخد فيه حقي منك. امال ايه اللي جايبك لحد هنا؟ جاي اعمل الواجب والاصول؟ لا انت عايز الناس يقولوا علي ايه في السوق والمنطقه كلها؟ ما بفهمش في الاصول. لا اطمن، الناس والمنطقه كلها ما بيقولوش عليك كده خالص. ما بيقولوا ايه؟ لا بيقولوا حاجه بسيطه كده، بيقولوا عليك حرامي بس. حتى وانت بين الحياة والموت بتحافر. انا اكتر واحد ممكن يعافر مع الموت يا ادم، عشان كده انا مش قلقان خالص. عارف اني مش هموت دلوقتي ومتأكد كمان. وانت ترى كنت عارف ان اسمها هتموت امتى؟ كنتش عارف هتموت امتى، بس هو رحمه نسمه لكن انا اللي مبلغك بيومك وبنفسي وهوصلك ليه بايديا دول. انا ممكن اخلص عليك دلوقتي بس لا، مش اسلوبي ولا اخلاقي. انا هستنى كده لما تموت واقف على حيلك وتشوف بعينيك فلوسك وهي بتروح قدامك، وساعتها حلو هتموت بحسرتك. سلام. مجدي مش هينفعك يا ادم، صدقني والله. ولا هينفعك انت كمان. سلام. اتفضلي يا حلا. اتفضلي. ما كانش ميعاد خروجك النهارده، كان ايه لازمته بقى ان انا اعمل مشاكل في المستشفى عشان تخرج النهارده؟ بكره المستشفيات قوي يا حلا، ما بحبش القعده فيها. انا هنا في البيت هبقى كويس ان شاء الله. شوف هتعرف تاخد بالك من نفسك ولا لا؟ ايه يا حلا؟ هو انت بتتكلمي معايا صغير ولا ايه؟ العفو، بس بتتصرف تصرفات عيال مراهقين، ولا نسيت انت دخلت المستشفى ليه؟ هو انت عرفتي؟ طبعا عرفت، هي دي حاجة بتستخبى؟ ترمضوا لي يحيى. خلاص يا حلا، مش وقت الكلام ده، هبقى احكي لك على كل حاجه بعدين. ثانيه واحده. اتفضل. ازيك يا احمد؟ اهلا. اتفضل. مدام حلا صاحبة نسمة الله يرحمها. ده أبويا يا مدام حلا. أهلا يا عم، كنت أتمنى أقابلك في ظروف أحسن من كده. أنا كنت أتمنى إن الظروف دي ما تحصلش خالص. هنعمل إيه؟ أدي حال الدنيا. يحيى أنا هضطر أمشي دلوقتي. ما نجيلكش في حاجة وحشة. تفضل يا حلا، تفضل. باي باي يا حلا. باي باي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت تعرف الست دي منين؟ ما قلت لك صاحبة نسمة الله يرحمها. في ايه؟ الست دي مش كويسة. مش كويسة؟ أيوه. هو أنت جاي تطمن عليا ولا جاي تشتم في أصحاب مراتي الله يرحمها؟ ما كفاية بقى يا أخي. أنت
عامل ايه؟ انت كويس مش كده؟ لا والله كويس او هبقى كويس ان شاء الله. انا عارف يا ابني ان في بينا مشاكل، لكن خلي بالك من صحتك. انصاف مش مستعده تتصدم تاني فيك بعد صدمتها في نسمة. قول لأنصاف يحيى هيبقى كويس، هيبقى كويس قوي. قول لها ما تقلقش. الست دي تعرف نسمة منين؟ انت ايه حكاية الست دي؟ انت عليك عفريت اسمه الست دي؟ حرام عليك، انا تعبان على فكرة. انت ليه مش حاسس بأي حاجة كده؟ خلاص 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 خلاص، انا اسف، انا هخش اعمل لنفسي فنجان قهوة اعملك معايا. شوف يا حبيبتي، لازم تحطي القطر على القضبان عشان يمشي كويس. ها بس شا. العجل بتاع ده مكسوف. معلش سيبيه، مع اني دافع فلوس قد كده. ايه ده، صيني ده ولا؟ اقفلي اقفلي يا حبيبتي اقفلي. انت بتعمل ايه هنا؟ وانتي ادخلي على اوضتك. بس يا ماما ادخلي على اوضتك. نعم. ممكن تطرديني لو عايزة، حقك. وانت فاكرني زيك؟ من الآخر جاي هنا عايز ايه؟ انت ايه اللي بينك وبين يحيى؟ وجاي لغاية هنا عشان تسألني؟ ما سألتوش هو ليه؟ انا سألته قدامك، قال ان انت صاحبة نسمة مراته الله يرحمه. وما قلتلوش انك عامل نصب عليا ومضيني على شيكات وكمبيالات وبسببك امي ضايعة لغاية دلوقتي؟ عشان كده انا جاي النهارده عشان اخلص كل المواضيع دي. ادي العقد اللي انت ماضي عليه، وادي وصولات الامانه. امسكي امسكي. وادي شيك ب 100,000 جنيه. مع انه مش كل حقي بس ماشي. والمقابل؟ سيبي يا حياة، وهعمل كل اللي انت عايزاه. للاسف مش هينفع يا عمي، عشان انا ويحيى بنحب بعض وهنتجوز. ويا ريت بقى انت لو جدع تروح تقوله ان انا بنت عمه. ما تنشفيش دماغك، انت مش قدي. اعلى مفخلك اركبه. انت مش مفروض متجوزه وليك زوج يعني؟ هو انا ما قلتلكش؟ ما انا هتطلق وهتجوز يحيى وعيش في بيتك. على فكرة الموضوع مش موضوع ورث. انت حرقت قلبي على بنتي وعلى امي اكتر من مرة، وياريتك زمان كنت اديتني حقي، ما كناش وقفنا الوقفة دي دلوقتي. لكن نظرة الذل اللي انا شايفاها في عينيك دلوقتي عندي بالدنيا كلها. ده اخر كلام؟ انت عارف ان انا ما بحبش اطرد حد من بيتي، بس لو عايز تمشي انت عارف مكان الباب فين. ويا ريت وانت ماشي تبقى تاخد البتاع ده معاك يا جدو. واظ يا دكتور، جبتك على ملا وشك. ها لا والله. يا ريت تدخل في الموضوع على طول. خير؟ انا كنت عندك في البيت النهارده، قابلت المدام حلا، حاولت اتفاهم معاها لكن ما وصلتش معاها النتيجه، فقلت لازم اقابلك واقول لك على اللي بيحصل، لان واضح ان ما عندكش فكره. وهو ايه اللي بيحصل؟ وبعدين ثانية واحدة، هو مش الموضوع اللي بينا دي خلاص انتهت؟ المدام الهانم بتنوي دراعي، اتقابلت مع ابن يحيى. معرفش اتقابلوا ازاي ولا اتعرفوا ببعض ازاي ولا اتصاحبوا على بعض ازاي. كنت رايح ازوره النهارده عشان اطمن عليه، لقيتها هناك وقاعدة في البيت ومرحرحة واخدة راحتها على الاخر. حاولت اتفاهم معاها يعني، واديها الوصولات وديها شيك محترم بمبلغ محترم، قطعت كل الاوراق في وشي. قلت لازم اجي اقول لك تشوف لك حل في اللي بيحصل ده.
لعبتك وسخه. هو انت فاكر ان انت كده هتوقع بيني وبين حلا؟ لا مؤاخذه انا ما بدفنش دماغي في الرمل. وبعدين انا مش عيل صغير عشان اقول لك اي كلام ما حصلش. لو عايز تاكد من اللي انا قلته ده كلمها اسالها قول لها اللي انا قلته ده صح ولا غلط. حضرها معانا ولا كلمها في التليفون. لا مؤاخذه يا دكتور مراتك بتخونك مع ابني. قول يا راجل يا مجنون انت. بتنتقم مني. خلي بالك انا قلت اللي عندي بريء عن اذنك. سلام. انس انس حبيبي وحشتني. الكلام اللي انا سمعته من مجدي ده صح؟ كلام ايه؟ انت عارفه كويس قوي بتتكلم عن ايه. الكلام ده صح؟ ما انا كنت هقول لك انا عشان انا كنت شاكك انك بتعملي حاجه من ورايا في موضوع عمك ده. لكن تروحي بيت ابني وحالا؟ ما هو يا ناس انا هفهمك انا عملت كده ليه. بس اديني فرصه اقول لك عشان خاطر انت طالع يا حالا. ليه؟ عشان انا تعبان. لا يا باشا لا مؤاخذة في دي الكلمة لازم ارجع. يا بنت ما تخافيش وانا اكلك. نقي لك اي اوضة ونامي فيها واقفلها على نفسك بمفتاح. تعالي تعالي دخليني خلي الاوضة انام. تعالي. ماشي. المهم عندي انك تشوفي بقى عامل ازاي وبعد عنك ليه. كانسر يا انس؟ كانسر وما تقوليش. ما كانش ينفع اقول لك يا حالة. بس حاولت كذا مره اني بعدك عن عمك وخليك تركزي معايا. وحاولت برضه كذا مره اقول لك
ان اللي بقى من عمرنا ما ينفعش يتعمل فيه اي حاجه غير ان احنا نبقى مع بعض. وعايش تتعذب لوحدك وانا عايشه على عماية. انت اللي اخترت انك تبقي على عماك يا حلا بمزاجك. هتدوري ازاي تنتقمي من عمك؟ نسيتيني، نسيتي بيتنا، نسيتي حبيبة، خدتك وسافرني وسبت كل حاجة وسبت شغلي وانت برضو مش حاسة. أنا أسفة بس أوعدك مبقاش ينفع يا حلا، مبقاش ينفع. انت اخترت انك تنتمي من عمك لوحدك مع ان احنا متفقين. انا كمان اخترت اني اكمل علاجي لوحدي. وبعدين مين عارف، مش يمكن انا اخف وابقى كويس وانت تاخد فلوسك ونرجع نعيش مع بعض تاني. مفيش حاجه اسمها كده. ويمين الطلاق اللي انت رميته عليه امبارح ده هترجع فيه وهنرجع البيت مع بعض. ما تعبيش نفسك يا حلا، الاختيار بيبقى من الاول مش من الاخر. انت لو بتحبيني وبتحبي حبيبه قومي روحي عشان انا تعبان من الجلسه دي. بعدين انا هبقى كويس ان شاء الله وهكلمك عشان نتفق نشوف حبيبة ازاي بدون اي مشاكل. لو سمحتي امشي. امشي يا حلا. ونسمة الوحيدين في الدنيا دي كلها اللي كنتم مقدرين الحالة اللي أنا فيها دي. يحيى محدش بيعيش كامل أو بياخد كل حاجة في الدنيا. أقولك على سر محدش يعرفه خالص، ويمكن هو السبب في الحالة اللي أنا فيها دي. أنا السبب في موت نسمة. أنا اللي سقطتها أكتر من مرة قبل كده، بس المرات اللي فاتوا عدوا، إنما المرة دي ما عدتش وماتت وسابتني عايش بذنبها. متشيلش نفسك فوق طاقتها يا حلا، ده أكيد عمرها وده قضى ربنا. حلا أنت مش عارفة أنا بشوف إيه وأنا نايم. يمكن زمان كنت بشوف كوابيس، دلوقتي الكوابيس أرحم مليون ألف مرة من اللي بشوفه وأنا نايم. كنت باخد الترامادول عشان أفضل صاحي طول الوقت عشان أقدر أواجه أي خوف. حالا أنا ما بقتش عارف أعيش لوحدي، وأنتي الوحيدة اللي ممكن تنقذني من اللي أنا فيه ده. أنا هعمل اللي أنت عايزه، وقول لي ممكن أعمل لك إيه وهعمله لك دلوقتي حالا. نتجوز. نتجوز يا حالا. يا ترى بقى جايه تعزي ولا جايه تشمتي؟ انا لا جايه اعزي ولا جايه اشمت. انا جايه اقول لك ان بسبب الكلام اللي قاله جوزك لجوزي انا اتطلقت. يعني كده خلاص خربت من كل حته، ما بقاش فاضل لي اي حاجه.
حتى بنتي حاولتوا تخطفوا. ما انت كمان رديتي عنه وحاولتي تخطفي يحيى. ويا عالم بقى ايه اللي في دماغك تاني؟ ايه اللي في دماغي؟ انا اللي في دماغي واضح وصريح، مش انتوا طلقتوني. خلاص انا بعد 3 شهور هتخلص عدتي وساعتها هتجوز يحيى. مش انتوا حضرتوني؟ ابقي وريني بقى ازاي هتصرفوني. مش مجدي عرض عليكي يديكي حقك وانت اللي مرضتيش؟ انت عاوزه ايه بالظبط؟ انا مش عايزه حاجه خالص. انا جايه عشان ارد على السؤال اللي كان محيركم، انا كنت بعمل ايه في بيت يحيى؟ واديني بقولك هتجوز ابنكم، يبقى حد فيكم يوريني هيمنعني ازاي. بيبقى نفسك كده ليه؟ في ايه؟ حان يا مجدي، اللي كنت خايفه منه حصل. حلا جات لي وبتقولي اتطلقت من جوزها، وبعد العده ما تخلص هتتجوز يحيى. تتجوزه ازاي؟ مش هينفع تتجوزه. تتجوزه ما ينفعش طبعا. تتجوزه ازاي؟ طب ما تتصرف يا مجدي، حلها. دول اخوات، يعني هنعيش بالذنوب ازاي دي كلها في الدنيا؟ اتصرف يا مجدي، اتصرف. خلاص خلاص، هقتلها زي ما قتلت ابوها. في ايه يعني؟ انت موتره نفسك ليه؟ ايه دي؟ انت جنس ملتك ايه؟ انا بقول لك ايه تقول لي اقتلها؟ يعني تحل مصيبه بمصيبه اكبر منها؟ عندك استعداد تتنازلي عن العيشه اللي انت عايشاها دي؟ ها؟ لو ما كناش قتلنا منير كان زماننا بنشحت في الشوارع، ولا كان زماننا اتخبلنا زي اماني رحنا سراية المجانين، سراية الصفرة. اهدي 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 يا حبيبتي، اللي احنا بنيناه ده مش هنهده. ها؟ مش هنروح للي ماسك لنا السلاح وعايز يقتلنا ونقول له قتلنا. انا مش عارفة انام يا مجدي، ضميري بيموتني. وهو ربنا نزل عقابه علينا ونسمة خدها مننا، ويا عالم بكرة هيعمل فينا ايه. اهدي اهدي، لما ال3 شهور العدة بتوعها يخلصوا نبقى يتكلم. أنا هستنى لما يحيى هو بنفسه اللي يطلبها مني للجواز، لأنه ناوي يتجوزها، ونبقى نتصرف. أنا نايم أنام. أنام. طب استأذن انا بقى يحيى. لا 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 استني، انت مش كنتي مرهناني ان انا مش هقدر اقول له؟ اديني جيت هنا اهو. تقولي لي ايه وما تقوليليش ايه؟ وبعدين انتوا تعرفوا بعض ازاي اساسا؟ انا بس عايزاك تهدى كده عشان تستوعب الكلام اللي انا عاوز اقوله لك. كلام ايه؟ اتفضلي قولي. قبل الأب كان لازم أخلص من العيال، العيال اللي ملفوفين على رقبتي زي الحبال وكل يوم والتاني يخنقوا فيا. سبتهم ليه يعيشوا؟ معلش، كل مشكلة وليها حل. أولها حلا هخلص منها الأول، ولو يحيى بنفسه وقف قدامي هخلص منه ورا آخر. دلوقتي بس عرفت انتوا ليه كنتوا مصممين اني ما اتجوزهاش. دلوقتي بس عرفت ايه سبب فضول ابويا المستميت عشان يعرف ايه اللي ما بيني وما بينها. ممكن تقولي له جوزك عمل فيا ايه؟ ممكن تقولي له ان جوزك نصب عليا في ورثي انا واخواتي، وانه بسببه لغايه دلوقتي انا ما اعرفش اخواتي فين، وبسببك انتي هو أمي تحت من المستشفى ومش لاقيها لغاية دلوقتي؟ قولي له. هو ده الراجل اللي كان خاطف بنتك؟ أيوه يا يحيى هو. بس والله العظيم يا يحيى، والله العظيم
الموضوع معاك اتقلب بجد والله العظيم يا يحيى صدقني. لا 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 بصي 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 اللي ما بيني وما بينك خلاص خلص. تطلعي بقى بنت عمي، تطلعي بنت العفريت الأزرق، خلص. انت دخلتك علشان خاطر الفلوس صح؟ حاضر حاضر يا بنت عمي، من عينيا هديكي كل الفلوس اللي انت عايزاها، بس بعد ما تاخدي فلوسك مش عاوز اشوف خلقتك تاني. يا يحيى اديني فرصه افسرك. مش هتيجي. خلاص الفلوس اهي، فلوسك اهي حالا، اصرفيها بكره بس بدري قبل ما اعمل التوكيل لمجدي. طول عمري كنت بدور على سبب لكرهي ليك انتي ومجدي، ما كنتش بلاقي. دلوقتي بس اقدر اقولها لك في وشك من غير ما اتكسف، انا بكرهكوا بكرهكوا. حتى حالا لما دخلت حياتي قلت هي بقيت الحاجه الحلوه الوحيده من بعد موت نسمه، بس طلعت بتشتغلني عشان خاطر الفلوس. انا بقيت بكرهكوا كلكوا بكرهكوا بكرهكم. يا انا يمكن في الاول كنت بعمل كده عشان الفلوس، لكن والله العظيم بعد كده انا حبيتك بجد، ويمكن لو كنت مكاني كنت عملت. انا مش مكانك، انا مش مكانك. خلاص اخدتي فلوسك، اخدتي كل حاجه انت عاوزاها. مش عايز اشوفك تاني، مش عايز اشوفك تاني ابدا. يمكن لو كان ضميرك صحي من زمان ما كانش كل ده حصل، عشان انا بجد بحب ابنك. منك لله يا شيخة، منك لله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. إيه إيه إيه؟ أنا عايزة أروح هناك بقى. حاضر بسرعة بقى. أوه بطلي زن بقى. يلا التليفون بيرن. يلا يا ساتر عليك. يلا امسكي ده. أنت امسك ده. إيه ده؟ ألو ألو. أيوه أنت مين؟ لقيت واحدة معاها صورتها والرقم ده موجود على الورق. أماني؟ بجد؟ أماني. طيب حضرتك فين؟ هات ورقة وقلم اكتب العنوان ده عندك. أماني. طيب طيب ثواني خليك معايا. أماني اسكت شوية. أماني تعالي. اسكت انت شوية بقى. تعالي يا أماني. أيوه قول يا أستاذ، قول معاك قول. لو سمحت ما تتأخرش عليا. بقول لحضرتك إيه؟ أرجوك عينك عليها ما تخليهاش تغيب عن عينيك، أنا جاي على طول. يا سيدي اطمن هي موجودة. يلا تعالى بسرعة، مع السلامة. يا راحت فين؟ ايوه حلا لقينا اماني، تعالي لنا على مساكن الهدايا في اكتوبر. اه الهدايا في اكتوبر. اه يلا مع السلامه. يلا حبيبه حبيبه حبيبه. لقيت تيتا، لقيت تيتا اللي كانت تايهه مني. لقيتها. انتي تيتا كانت تايهه ازاي؟ مش الصغيرين بس اللي بيتوهوا؟ ايوه هما الصغيرين بيتوه صحيح، بس ساعات الكبار بيتوه لما يبقوا تعبانين. بس خلاص الحمد لله لقيت تيتا وهتيجي تعيش معايا. السلام عليكم يا ريس. السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه، مساكن الهدايه فين؟ حضرتك هتعدي لانها الثانيه على طول. متشكره قوي. بص انا عايزك تطمن، هي دلوقتي في العمليات
وكل الحكايه احنا هنشيل بس الرصاصه من دراعها وخلاص. يعني الرصاصه صابت دراعها بس ما جاتش في اي مكان تاني خطر؟ بالظبط هو كده. هي الحكايه كلها دخلت من شويه وكمان مش هتطول، واول ما تفوق ان شاء الله ممكن تتحرك، او كمان لو حابب تخرجها معاك مفيش اي مشكله. يا رب يخليك يا دكتور. الحمد لله الحمد لله. مش عارف اقول لحضرتك ايه. طيب انا هستناها هنا لغايه لما تخرج من العمليه. اللي رايحك طبعا مفيش اي مشكله وان شاء الله خير ومفيش اي مشاكل يعني. ميرسي يا دكتور. ميرسي لحضرتك. تمام بالسلامه. اتفضل يا فندم. اتفضل. يا رب يقومك بالسلامه يا حلا. اخر واحد ممكن اتوقع انه يفضل جنبي في الظروف اللي انا فيها دي انت يا حي. عارف وفاهم قصدك كويس. انا نفسي ما كنتش متصور اني ممكن اسامحك بعد كل اللي انت عملتيه فيا ده. اللي انت عملتيه فيا ده كان قاسي قوي يا حل. مش فاهم ازاي قدرتي تشتغليني وتلعبي بمشاعري بالشكل ده وفي الظروف اللي انا فيها دي. طب انا ابويا اذاكي، لكن انا ما عملتلكيش حاجه، بالعكس انا شدتلك وحبيتك. الله يحيي، كان غصب عني. بس لما الدكتور كلمني وقال لي على اللي حصل معاكي ما قدرتش امسك نفسي. لقيت نفسي بجري علشان اجيلك واطمن عليكي. هتفضل قلبك ميت كده طول عمرك؟ ايه دخلة الافلام اللي انت داخلاها دي؟ افلام؟ اه افلام؟ فعلا الافلام اللي انت عايشتني فيها طول عمري من يوم ما قتلت اخوك. قتلت اخوك؟ اسمها قتلنا. انت مش كنت معايا ولا ايه؟ اه كنت معاك. كنت معاك. شهد عليك. عارف يعني ايه شهد عليك؟ يعني مستعد اعترف ان انا وانت قتلناه لو انت عاوز. اهو يمكن ننضف شويه وندفع الثمن في الدنيا، عشان انا مش هقدر ادفعه في الاخره. مش هقدر ادفع الثمن ده في الاخره يا مجدي. مش هقدر يا مجدي. لا مش هقدر. ايه ليه التخاريف اللي انت فيها دي؟ ايه صحه الضمير اللي حصلت لك فجاه دي؟ تجننت رسمي. اتجننت؟ ما انا لو اتجننت هعترف ان انا وانت قتلناه. بس انا عشان عقله عاوز اقول ليحيى ان حلا تبقى اخته وبس. مش هقول له اكتر من كده. يحيى وحلا مين اللي هتقول لهم انهم اخوات؟ نهار اسود، ايه الخبلان اللي انت فيه ده؟ دي حاجه بسيطه يا مجدي، حاجه بسيطه عشان خاطر العيال. العيال اللي احنا رميناهم في الشوارع من هم صغيرين. نعمل حاجة واحدة بس كويسة في حياتنا يا مجدي عشان نمنع الكارثة، كارثة إن أخي يتجوز أخته يا مجدي. لا لا لا، أنت بقيت خطر. أنا اللي هقتلك. أنت عارفة إن أنا قتلت زمان وممكن أعملها تاني. آه ما توديش نفسك في ده يا إنصاف. أنت مش هتهددني وهتقتلني زي ما أنت عاوز، بس أنا كمان هعمل اللي أنا عاوزاه. مش هتعملي اللي أنت عايزاه. مش بعد اللي عملناه كل السنين اللي فاتت دي تبقي انت السكينه اللي تطعن في ظهري. لا انصاف. خلاص خلاص يا مجدي، كفايه كفايه بقى. خلينا نخلص المصيبه دي. انا مش هسيب يحيى يتجوز حلب. مش هسيبه يتجوز حلب. مش هتروحي في اي حته يا انصاف. مش هتنزلي ومش هتشهدي، لان انا اللي لازم اعمل ده بنفسي. ايوه انا هقتلهم الاثنين. المفروض كنت اعمل ده من زمان. هقتلهم الاثنين. ده اللي كان المفروض يحصل من الاول. تقتل مين؟ تقتل مين؟ هتقتل تاني؟ انت ايه؟ ما بتشبعش؟
بتشبعش قتل، انت ما بتشبعش ده. اوعي يا وليا، انصاف تنام بهدومك ولا ايه؟ ايه؟ جيب لك حاجة من الدولاب؟ ها؟ كسلت تقلع هدومك؟ انصاف 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 انصاف. انت يا وليه يا قومي. انصاف انصاف. يا صباح الفل يا معلم ادهم. صباح الخير يا معلم يحيى. خير، عايز ايه؟ ايه رايك بقى في المكان الجميل ده؟ في الهواء الطلق. نبعد بقى عن جو السبتيه وصبياني وصبيانك، حد يسمع كلمه كده، يسمع كلمه كده، مش حلو في حقك. انت جايبني هنا تشممني هوا؟ حد قالك ان انا عايز اتفسح؟ ده انا بفلس بفلس. مش بعيد اتسجن سبب الديون اللي عليا. يلا يلا عشان تبسط وتفرح وقلبك يفرفر كده من جنابك من السعادة. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من كلامك يا اخي. اوعى تكون فاكر عشان احنا بنتعارك وبنقف لبعض زي الديوك في المزادات ان انا هنسى انك انت واحد من الناس اللي شربوني الشغلانة. ومهما حصل ما بيننا يا معلم ادهم، عمري ما اتمنى لك الاذيه ابدا، انت فاهم غلط. تعزيه بالظبط، هات من الاخر. انا عاوز اقف جنبك عشان اوريك ان ابن امبارح لما بيستجدع بيعمل ايه. ايه؟ هتسلفني؟ مش هستلف، ولو هستلف مش هستلف منك انت بالذات. اه ماشي، ولا مش هسلفك. انا عاوز ارجع لك اسمك في السوق زي الاول واحسن شويه كمان، ايه رايك؟ ازاي؟ لا ازاي دي بتاعتي انا بقى. بس اول حاجه تعملها انك ترجع عم عثمان الشغل معاك، ومالكش دعوه بمصاريفه، مصاريفه كلها عليا. برضه بعد كل ده ما فهمتش انت عايز ايه بالظبط. هو ايه اللي مش مفهوم؟ شحنه وهتيجي، انا اللي هشيلها وانت اللي هتستلمها، كانك انت اللي شاريها بالظبط. ولما تبيعها وتصرفها وتاخد فلوسها وتحطها جوه جيبك وتتاكد ان انا ما بشتغلكش، تبقى ساعتها يا سيدي نفذ اللي انا طلبته منك. ايه بقى اللي مش مفهوم؟ طب وابوك؟ ابويا ايه؟ ابويا ده تنساه خالص، هو اساسا قاطع رجله من الشغل ومن الوكاله تماما، لسه مصدوم بقى في صدمه انصاف. بس الحكايه دي بقى لها 3 شهور دلوقتي. يا سيدي هو كيفه كده؟ هتخش له جوه كيفه؟ بقولك يا ادم اسمعني كويس قوي، انا الكبير دلوقتي، مفيش كبير تاني. بص هو انا مش عاوز ابان ان انا بستغلك يعني، بس انا لو مكانك هوافق عشان ما قداميش طريق تاني. صح؟ يعني انا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تحط ايدك في ايدي ونقرا الفاتحه.
نقرا الفاتحه على الجدعنه اللي هتبتدي من النهارده. ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس جاي أبلغك إن أنا وحالة هنتجوز بعد كام يوم، وساعتها أنا اللي هجيب لها حقها منك مش هي. إذا كان موضوع الجواز اللي أنت بتقول عليه ده هتلوي بيه دراعي، أنا ما حدش بيلوي دراعي. ما دراعك في جسمك أهو يا عم، مالك؟ أنا مش عارف تطلع تنبل لمين. دي كانت عايزة توقعك، بتشتغلك عشان تنصب عليك. قصدك عشان تاخد فلوسها اللي أنت سرقتها منها. وعموما انا سامحتها وحبيتها وهتجوزها وهديها حقها. فاكر الشيك اللي انت ما خليتهاش تصرفه؟ انا بقى هعوضها عن كل اللي فات بارادتك او غصب عنك يا مجدي. بس كنت فاكر انك جاي تهددني وتغيظني بمسألة الجواز دي. انا ما بتهددش وانا ما بهددش، انا بتكلم. يلا سلام. على فكرة أنا قلت لمجدي إن إحنا خلاص هنتجوز، ما كانش مصدقني، كان فاكرني بضحك عليه وبشتغله. بس خلاص هانت كلها الأسبوع ده بالكتير، ونحط قدام الأمر الواقع. الأسبوع ده؟ آه الأسبوع ده. أنا مش شايف أي داعي إن إحنا نأجل أكتر من كده. ولا انت بقى رجعتي في كلامك ولا ايه؟ رجعت في كلامي ايه؟ بالعكس، انا عمري ما كنت عايزه الموضوع ده يتم اكتر من دلوقتي. خلاص يبقى على بركه الله، قريب قوي نخلص كل حاجه ونتممها باذن الله. ماشي، ربنا يستر. مالك يا لولو؟ خايفه من ايه؟ خايفه من مجدي يحيى، خايفه من اللي ممكن يعمله. بصراحه انا خايفه عليك. تلاقيش ولا هيقدر يعمل اي حاجه، طمني خالص. انا لا جاي اشرب ولا جاي اتضايق، هما كلمتين جاي لهم. اتفضل قول الكلمتين. شوفي، انا ما لقيتش حد يهتم بيا زي ما انت اهتميتي بيا. الحقيقه انا فكرت في كلامك بتاع الصبح، لقيت مفيش غير حل واحد. يمكن يبقى في جنون في اللي هقوله، بس مصلحتنا واحده، والحقيقه احنا محتاجين لبعض. وربنا ما فاهم ولا كلمه، ما تيجي معايا دغري. وربنا انا كمان ما انا فاهم حاجه. تتجوزيني يا كيتي؟ هو ده الموضوع اللي انت عايزني فيه يا ادهم؟ وانت في حاجه عندك اهم من الفلوس؟ لا مفيش، بس دي شيلة كبيرة، أنا مش قدها يا عم. أنا عارف إنها شيلة كبيرة. دي أكبر صفقة حديد خردة تخش البلد من ساعة ما فتحوا الموضوع ده. وبعدين دي فرصة ما تتعوضش. وأنا عندي الناس اللي هيقفوا معانا ويساعدونا فيها. ماشي هاد، حاجة حلوة خالص ما دام قادر تشيل يا أخويا، شيل. لا إله إلا الله، وأنا بكلم نفسي؟ ما أنا لو أقدر أشيل لوحدي كنت شلت من غير ما أكلمك ولا أعبرك ولا أعرفك بيها أساساً. بس دي صفقة كبيرة عليا، كبيرة على زوري، لازم تشيل معايا. يا ادهم، نصيبي في الشحنة دي هيبقى كل فلوسي، كل ما املك، وانا ما بحبش القمار بصراحة. تخيل بقى ان كل فلوسك دي هترجع لك ثلاث اضعاف، يعني بعد اسبوعين ثلاثة بعد ما نبيع هتبقى كل ثروتك اضرب في ثلاثة. خطر يا ادهم، خطر انك خاطر بكل فلوسي. كل ما تزيد المخاطرة كل ما يزيد المكسب. فكر، قلت لي مين اللي انت ضامنه في الحكايه دي؟ ده مش راجل، ده اكتر من واحد هيقفوا معانا، بس كل واحد فيهم هياخد نسبته. مضمونين يعني؟ برقبتي يا اخويا، ثم اسامي كبيره ومش هقدر اصيح باساميهم. خلاص استنى اما اسيح الموضوع في دماغي وارد عليك. ماشي يا حبيبي، بس ما تسيحوش على البارد، خليها على السخن. ها، فكر بسرعه وخلص قبل ما الصفقه دي تروح مننا. ماشي يا اخويا؟ ماشي. يلا، سلام عليكم. سلام يا حبيبي. سلام. سلام عليكم. سلام يا سيدي. الف سلامه.
فيها كل فلوسي. اتفضل اشرب قهوتك. لا عايز قهوه ولا شاي. طيب تحب حضرتك تبدا انت ولا ابدا انا؟ لا لا تبدا انت ولا ابدا انا. يعني ايه؟ يعني سلام عليكم استاذ حضرتك. السلام عليكم. ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هي ما جايبك يا كيتي. ما تردي يا بنتي. أنا ليه من الأول ما قطعتش عيالي وساعتي دم؟ ليه ما خلصتش منهم كلهم زي ما خلصت منهم؟ سبت عيالي كلهم عايشين. هبال بتلف حوالين رقبتي. مش هبال دول، دول تعابين. يوم ورا التاني بيكبروا وبيظهروا أكتر في حياتي. كان هيحصل إيه لو كنا قتلناهم؟ كان هيحصل إيه يا إنصاف؟ فينك دلوقتي؟ عشان ترد عليا. فينك عشان تفكري معايا وتقولي لي اعمل ايه؟ طول عمرك معايا جاي تسيبيني دلوقتي؟ يا ترى كيتي فعلا ممكن تكون بنت منير اللي سبتها قدام باب الدار زمان؟ ممكن يكون الزمن بلسان على قفايا؟ ولا تكون بنت تانية؟ خبر السويد، كيتي اللي كنت عايز اتجوزها؟ مين فيهم من بنات الدار بنتك يا منير؟ مين بنت اخويا اللي قتلته زمان ولسه بدفع الثمن لحد اللحظه دي كل يوم؟ قولي لي يا امان، انت كمان عايزه مني ايه؟ قولي لي، قولي لي يا بنتي. تعالي خديهم كلهم وبعد عني انت وهم. يا ساتر. قلت يا دكتور صحيح في موضوع المكافأة اللي قلت لك عليها، كتبتها على الصور؟ اه طبعا كتبتها، كتبتها بايدي على الصور اللي عندي. بكره هنزل المطبعه اطبع صور جديده عليها العنوان والمبلغ واضحين جدا. اه بس زي ما المكافأة دي ممكن تساعدنا، ممكن برضو تخلي ناس كتير قوي يشتغلونا. صح مظبوط، ممكن يزولونا جامد، بس هنعمل ايه؟ ما باليد حيله. ما تلاقيش حل. دي سكه من السكك اللي احنا بندور فيها. لسه في سكك تانية كتير. بصي أنا مش هرتاح غير لما ألاقيها. أنا مش مصدقة إنها كانت معايا ضيعتها. معلش يا حاج، جات لسبب وضاعت لسبب، ربنا عاوز كده. يا رب سبب رجوعها المرة دي يكون خير. شوفي يا حلا، أماني بتظهر وراها الخير على طول. اسأليني أنا. ادعي بس إن ربنا يرجعها لنا بالسلامة يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ايه تاخرت ليه؟ لا تاخرت ليه؟ انا ما تاخرتش ولا حاجه. ده انا يا دوب مسافه السكه. ده انا جاي لك، جاي لك وانا كلي. ايه ده مالك في ايه؟ مفيش. البت الزباله اللي اسمها حلا عايزه تلو دراعي وتتجوز يحيى. يا سلام، هو ده تهديد؟ ما تتجوزه يا اخي، مبروك عليها. مبروك عليها؟ ما ينفعش. هو ما ينفعش ليه؟ ابنك هيتجوز بنت عمه، فيها ايه يعني؟ طب اسمع، خد دي بقى الاوراق كلها جاهزه على امتى؟ يلا يا معلم. هو العقد ده اللي هيخلصني الموضوع. انا هعمل الصفقه واقبض القرشين واخلع اسافر، ولا حد يشوف وشي. ايوه، ولا حد هيطول مني، ما تعالى قابلني. ايه بتضحك على ايه؟ اصل انت قلت حاجه صح، محدش يقدر يطول منك مليم احمر. بس صدقني برضه يا صاحبي انت جامد، محدش يقدر يلوي دراعك. ملوي دراعي عشان ياخدوا الفلوس؟ انت فاكر ان في حد فيهم بيحب التاني ولا
ولا دي قصه حب ولا بتاع؟ يا عم ما يمكن كل واحد فيهم محتاج الاخر يعني. محتاج الاخر. راح الاخر. اتفضل يا سيدي، مضيتك على العود. الله عليك. خلصت لك كل الاشياء. الله عليك. يبقى راجعها بنفسك. انت حلو قوي، انا بقى احب كل هذه الاشياء. بس الف مبروك عليك العود. هي دي بقى اللي فيها الفايده ان شاء الله، وانا ان شاء الله برضو هبعزمك عزومه حلوه كده على حسابك. ها، بمناسبه العود دي. ماشي يا عماد. يلا حبيبي، عايز مني اي حاجه قبل ما امشي؟ لا شكرا. طيب شكرا. السلام عليكم. سلام. القلم بتاعي ده على فكره ما خدش حاجه حرام احنا. تعال. انا كده عملت اللي عليا. وانا عند وعد يا معلم ادهم، زي ما اتفقنا بالظبط. ماشي يا ابو رجال. ايه؟ اهلا 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 يا بابا. والله كنت متاكد انك هتيجي. ايه ده، في ايه؟ ايه اللي جمعكوا على بعض كده؟ مش تبارك لنا يا عمي؟ بارك لابنك وبنت اخوك. انا ويحيى اتجوزنا. اتجوزتوا؟ يعني ايه اتجوزتوا؟ اما حاجه غريبه قوي صحيح. عادي، انا وحالة رحنا واتجوزنا. بعدين انت متضايق ليه؟ انت المفروض تفرح، ده انا كلها كام شهر وهجيب لك حفيد وهسميه مجدي على اسم. حفيد ايه؟ حفيد ايه ومن مين؟ الله يخرب بيوتكم. عموما يا عمي انا هعتبر ان دي مبروك على جوازنا. جواز ايه؟ جواز ايه يا اخبيه؟ ما ينفعش ما ينفعش. الف مبروك يا معلم يحيى، الف مبروك يا هانم. الله يبارك فيك يا معلم ادهم. انت بتبارك لهم على ايه يا معلم ادهم؟ على فكره انا مش موافق على الجواز دي. انا يا معلم مجدي بعمل الواجب، انما دي بقى مسائل عليا بينكم وبين بعض انا ماليش فيها. ماشي ماشي، كلك واجب، بس انا مش موافق على الجوازه دي. مش مهم. يعني ايه مش مهم؟ يعني بموافقتك او غصب عنك مش مهم. انت بتقولي ايه يا بنت انت؟ على فكره انا بس مش بنت، انا دلوقتي ابقى مرات ابنك، وسواء وافقت او ما وافقتش انا ويحيى خلاص اتجوزنا. عاجبك يا يحيى؟ عاجبني. اصل الصراحه بتتكلم صح، عارف لو بتتكلم غلط انا كنت اقول على طول. ماشي ماشي يا يحيى، ماشي يا حلا. على فكره انا فاهمك كويس وهقطع عليك كل اللي انت عاملاه ده. بابا ارجوك، انت في الاول وفي الاخر ابويا، مش انت ابويا صح؟ طيب يعني المفروض بقى توافق وترضى بالامر الواقع. وبعدين انا عملت ايه يعني؟ انا اتجوزت حاجه عاديه يعني، ما عملتش كارثه. مش المفروض تتضايق، المفروض تفرح، هيجي لك حفيد قريب. ولعلمك بقى حالة ارجع لها حقها، انا اللي اديته لها. بارك لها بقى، يلا بارك لها. طب يا جماعه طالما المساله بقى وصلت لحفيد وكده وبقت الامور عائليه قوي، اسمحوا لي انا استاذن بعد اذنكم. اتفضل. سلام يا صاحبي. واقف ليه؟ اقعد. انا ممكن اتاويكوا في مكانكم انتوا قاعدين كده. كده يا يحيى؟ تعمل في ابوك كده يا يحيى؟ طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ يحيى مين؟ انت تعرفي حد اسمه يحيى؟ قصدك ايمن. يحيى تعالي لي بسرعه يا يحيى، هات حالة وتعالى. اسمع اللي بقول لك عليه، تعالى بسرعه مستنيك. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اتخانقت مع مجدي، زقني على الارض، ازاي تحس ان دماغي مش مظبوطه. تحب نجيب لك دكتور؟ مش وقته، في كلام مهم قوي عاوز اقوله لكم، وبعد كده اعملوا اللي انتوا عاوزينه. أيمن مين؟ أيمن اللي أنت خطفته من أمه وأخواته. أيمن اللي سرقته وسرقت شخصيته وكتبته باسمك. ده طبعًا بعد ما قتلت أبوه وشنطت له أخواته في الشوارع. عرفت مين هو دلوقتي أيمن؟ مراتك إنصاف الله يرحمها قبل ما تموت طهرت نفسها من موت أبويا. اللي ريحة دمه لسه في إيديك لحد دلوقتي. عرفت مين أيمن؟ الكلام ده ما حصلش. ما حصلش. لسه برضه هتكابر لغاية دلوقتي؟ التاني يا أخي، إيه؟ أنا كنت
كنت فاكره انه وساختك بس في الفلوس اللي انت كلتها عليا. صدقيني والله ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي خالص. السؤال دلوقتي فعلا، انت ازاي كنت هتسيبنا نتجوز وانت عارف اننا اخوات؟ ده حرام. حرام؟ حرام ايه؟ بكلم مين انا؟ ما انت عشتك وحياتك كلها حرام في حرام. نفسي ادخل جوه دماغك الوسخه دي واعرف انت بتفكر في ايه. كل ده عشان ايه؟ عشان خاطر الفلوس؟ ها؟ رد! مجدي ساعتها كان مديون وخسر كل فلوسه، كانش عنده فرصه يعوض كل ده الا انه يقتل ابونا ويسربنا في الشارع، مش كده؟ وياخد حكم المفقود عشان يكوش هالفلوس كلها. يا ترى لو امي ما كانتش اتجننت من اللي حصل كنتوا برضه هتقتلوها؟ ليه؟ ليه؟ واحنا ذنبنا ايه؟ مش ذنبنا يا حلا والله، مش ذنبنا، ده ذنبه هو. قلت لك قبل كده ان مفيش حاجه في الدنيا دي صدف، ربنا مرتبها ان احنا نتقابل ونتعرف على بعض عشان نقف احنا التلاته قصاد بعض دلوقتي ونرمي كل وساخته عليه. هند اختي فين؟ انت سبناها قدام الملجأ ومن ساعتها مسألناش عليها وما نعرفش عنها اي حاجه. انا فاكره اليوم ده كويس كانه امبارح، خدتونا في العربيه احنا التلاته، نزلتوني في الشارع. ساعتها مجدي اقنعني ان نكتبك باسمنا يحيى عشان نعوض حرماننا من الخلفه. مستحيل تكونوا بني ادمين. طب ايمن كان هيعيش معاكم وانا كنت كبيره واعيه، انما هند، هند ذنبها ايه؟ تلاقيه عارف مكانها ومش عايز يقول. ما اعرفش هي فين. وبعدين الفلوس دي كانت حقي. اللي اسمعكم بتتكلموا كده يقول كنتوا محرومين وما بتاكلوش وجعانين. انت كنت عايشه كويس مع جوزك ومبسوطه، وانت قول لي انا قصرت معاك في ايه عشان تعمل فيا كل اللي بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا حلا انت بتعملي ايه؟ انت بتردي عليه؟ ده ما يتردش عليه اساسا، ده لغايه دلوقتي مش مقتنع انه عمل حاجه اصلا. ايوه عشان انا ما عملتش حاجه اساسا. انا خدت حقي اللي ابوك كان حارمني منه. قول لي عملت ايه؟ كنا شغالين مع بعض، الظروف تبقى معايا وانا لا، هو يقبض وانا اشتغل وارفع الكوت، هو رصيده يزيد في البنك وانا اتضايق وقرب اشحت انا ومراتي. اي واحد في مكاني كان يعمل اللي انا عملته عشان ينفد بجلده من الفقر والسجن. انت عارف ان انا ندمان جدا ان انا بقيت اعقل من الاول، وندمان اكتر اني ما طلعتش زيك، ما طلعتش شبهك على الاقل دلوقتي. بس كان نفسي بس دلوقتي اطلع شبهك وزيك. عارف ليه؟ عشان اخنقك بايديا دول واجيب حق ابويا واخواتي. هتعمل ايه يعني؟ هتموتوني؟ موتوني ايه يعني؟ هو ده اللي ناقص، موتوني مفيش مشكلة. عاوز ايه يا حلا؟ تحبي نعمل فيه ايه؟ احلمي. القرار قرارك. عشان لولاك انت ما كانش الموضوع ده كله اتعرف. انا لو علي عايزه اقطعه باسناني، بس ساعتها الموت هيبقى له رحمه، واللي زي ده ما تجص عليه الرحمه. وانت كنت عايزه تعملي فيها ايه يا بنت منير؟ هرميك في اي داهيه زي ما رميتنا. ربنا كبير، كبير قوي يا عم. وانا ما عملتش كل اللي عملته ده عشان اترمي الرميه دي. انتوا خلاص مش خدتوا فلوسكم؟
عايزين ايه تاني؟ تقصد ايه بقى بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني ما تخلقش لسه. اللي يهزني وكل ما هشوفك يا منير هقتلك. ما تخافش عليك ولا هتقدر تعمل اي حاجه. عارف ليه؟ عشان انت طول عمرك جبان. كل ما هشوفك يا منير هقتلك. كل ما هشوفك يا منير هقتلك. كل ما هشوفك يا منير هقتلك.